يسأل أيضا عن حكم قيام ليلة 27، هل يثبت عليه الإنسان في كل عام أو كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ المطلوب من الإنسان الاجتهاد في شهر رمضان عموما في القيام، صلاة التراويح مع الإمام مع الجماعة في كل ليلة من ليالي رمضان، وفي العشر الأواخر يزداد الاجتهاد في القيام، تطويل القيام، التهجد، هذا مطلوب من المسلم في جميع ليالي العشر المباركة. ولا يقتصر الإنسان على ليلة 27 أو ليلة 23 أو الليالي التي قيل إنها أرجح لتحري ليلة القدر، ولا يحرم نفسه، بل يقوم جميع الشهر مع المسلمين بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا صادف ليلة القدر وقامها حصل له أجرها زيادة على قيامه في شهر رمضان، قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي زيادة في عمل المسلم، لكن لا يقتصر عليها لأنه أولا لا يدري أي ليلة بالتحديد، ربما تكون في غير الليلة التي ظن أنها ليلة القدر، ولأنه إذا اقتصر على ليلة القدر فاته قيام الشهر والأجر الذي فيه، فالمسلم لا يحرم نفسه من الثواب. ويقوم ليالي رمضان مع المسلمين من اول الشهر الى اخره ويزيد اجتهاده في العشر الاواخر تحريا في ليله القدر. نعم.